الكريم، مشاهدينا متابعينا الاعزاء اينما كنتم، اجدد لكم التحيه مره ثانيه مع هذه الانطلاقات المستمره والمتتاليه من هنا في ميدان الهباب احد افرع ميادين دبي. نتابع انطلاقه الشوط الثاني الذي خصص لفئه الابكار المهجنات الاصايل بشعارات اصحاب السمو الشيوخ وشعارات ابناء القبائل، 4 كيلومترات نتابع فيها القوه والتحدي، ونقترب من بشاير محمد بن عتيج بن خفيه من يقدم لنا بشاير بالمركز الاول، اما المركز الثاني فثاني المراكز. تقترب حربا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بضبيعة، يتواجد أيضا مضمرا لحربة. المركز الثالث، المركز الثالث، نشوف اللي في المركز الثالث. نتابع أيضا، للأسف الرقم محجوز عنا، ولكن من واقع الشعار، شعار هجن ند الشباب بقيادة سالم بن سعيد. المركز الرابع، المركز الرابع سالم بن محمد بضبيعة يدفع أيضا بأمجاد. والمركز الرابع والخامس هني أيضا اللي هي نوادر سعيد بن سهيل بن دريوي مع نوادر في قمه وفي شوط النادر ايضا للمهجنات الاصايل. المركز الرابع الوصول من سلام محمد بن خميس بن خادم الكاسبي، والنقله التاليه الى المركز وين وصلنا؟ الخامس. الخامس هذه اللي هي اليمامه محمد بن راشد بن سرداح. والمركز السادس اشوف يا بن معدن اللي في سادس المراكز حربه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة عبيد بن محمد بالضبيعة. والمركز السابع أصيلة مطر بن محمد بن دحروي العامري مع أصيلة. والمركز الثامن فهنا تتواجد العدملية عبد العزيز بن سيف بن كليب. العدملية 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 يعني حفظوا هذا الاسم وخلوه بين قوسين و12000 خط تحت هذا الاسم. المركز التاسع أقول اللي هي مناخ العيسى بن محمد بن جبر المهيلي، ايضا شعار ما يستهان به، ايضا شعار له 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 صوله وجوله وله غزوه، له غزوه يغزي في الامتار الاخيره. انتظروا انتظروه مع اللي هي مناخ. والمركز العاشر اقول اثاره محمد بن عبيد بضبيعه. هذه الاسماء، الله 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 يا المنظر، الله الله يا اليوم، الله شوط 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 يبغي متابعه، شوط اللقايا. نعم شوط اللقايا، والله والله هنن هنن ما شاء الله، جاهزات للموسم، جاهزات للموسم. وسلام سلام محمد بن خميس بن خادم الكاسبي هو من يقدم لنا سلام بالمركز الاول، ونبغي نقول سلام سلام يا بن خادم سلام، خلك محافظ على المركز الاول لين ما توصل المركز الاول عند خط النهايه وتاخذ السلام والناموس والتهاني. المركز الثاني نوادر وسعيد بن سهيل بن دريوي يتقدم مع نوادر بالمركز الثاني. والمركز الثالث اقول امجاد الخليفه بن سالم بالضبيعه. اشوف الاسماء اللي عندها ما فيها اسم ضعيف، كل وحده ما اخذت لها شوط وكلهن معلق عليهن وكلهن سبق ووصلت ووصلت لي عليها الامر. يا الله هني بيكون المنافسه، بتكون بين رقم 7 و8، 7 و8 وصلن. وصلت العدمليه بشعار سيف بن علي ابن كليب، ووصلت ايضا مناخ العيسى ابن محمد بن يمعه المهيري. والمركز السادس اقول هنا اصيله مطر بن محمد بن دحروي العامري. هذه الاسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء. الشوط يبقي له تخطيط، الشوط يا راعي يا راعي سلام، خطط خطط خطط، جهز، خلك محارب عن المركز الاول، خلك محارب وانت محارب وانت محارب في شوط في شوط القوه، في شوط الصراع، في شوط في شوط الصراع، في شوط الصراع. يتقدم محمد بن خميس بن خادم الكاسبي مع سلام بالمركز الاول، واقول نوادر سعيد بن سهيل بن دريوي من يتقدم بالمركز الثاني. العدمليه وصلت، العدمليه وصلت، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، ترحيبنا من التراب الى السحاب، من الشمال الى الجنوب، من الغرب الى الشرق، وصلت وصلت اللي 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 عليها الامر يصدر في الاخير ما شاء الله.
تبارك الله رشحناها يوم كانت في المركز العاشر اول اذاعه اهلها، قلنا لكم تابعوها، تابعوا العدمليه وعصاها جوز عصاها في الابطان، ابدا ابدا ما كلمها من طيب اصلها وفصلها تغير على المركز الاول. هذه عوايدها من العام تلحق وتعطي الشارد الحوق، هذه عوايدها من العام. ما شاء الله ما شاء الله العدملية عديم من مثلك ومن هو يجاريك يا ابن ابو محمد. نعم يا من تعلى والبناصب اقبضها، روح مع المنصب، روح روح مع المركز الاول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، روحت مع الجماهير، روحت مع الطيور الطائرة، روحت ايضا مع المركز الاول. يافل يافل ولا تحمل التخرخيش، ما كناها في ركض كناها يفحمها، ما كناها في ركض كناها يفحمها، وصلت تداير من القبيض من زمة، ما كناها في ركض. ما شاء الله، سلام نقول سلام، سلام يا اهل الطويلع، سلام سلام يا المدام، سلام سلام يا ممثل المدام، سلام لسيف العلي بن كليب واولاده وجماهيره ومحبينه ومذيعينه ومصورينه. نحن مذيعين ونحن مصورين بعد لنا يخصنا السلام ويخصنا التهاني، بعد نهني ونبارك ونومس لابو محمد، تهانينا والف مبروك. اعطوني التوقيت، كم التوقيت؟ 6:16 6:16 المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن محمد، المركز الثالث نوادر سعيد بن سيف بن دريوي، المركز الرابع امجاد خليفه بن سالم الضبيعه، المركز الخامس محمد بن خميس بن خادم الكاسبي. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، استمتعنا بعروض العدمليه، استمتعنا بعروض العدمليه.